اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة في مركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصلح بنزول الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمجرة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوى من صراطك التام الأصم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المقزم صلى الله عليه وعلى هذه صلاة تعرفنا بها إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون